الآن ينضم إلينا من هونغ كونغ بيني كوك خبير السياسات الدولية. سيدي الكريم، نسعد بانضمامك إلينا. لماذا لم يقنع التطمين الصادر عن البنتاغون السلطات في بكين بأنه هذه أسلحة في الأساس لا تغير التوازن، ليست من النوع الذي يقلق الصين؟ يعني تفضل. حسنا، أعتقد من وجهة نظري أن الولايات المتحدة تسعى أن يكون لديها كثير من الأدوات المتغيرة في تعزيز علاقاتها مع تايوان ودعم تايوان. كان أيضا شواغل متكررة بالنسبة للصين فيما يتعلق بهذه التصرفات والتحركات الأمريكية، فأنه ليس من المدهش أن نسمع مرة أخرى أن هناك إدانات متبادلة بين كافة الأطراف لا سيما بين الولايات المتحدة والصين بشأن إرسال صفقات السلاح إلى تايوان. أعتقد أن الرأي العام في بيجين في بكين، أعتقد أن هناك رسالة ترغب إيصالها بكين إلى واشنطن بشأن أن تايوان وبشأن الزيارة رفيعة المستوى نائبة الرئيس تايوان بزيارته للولايات المتحدة. نحن نرى أن هناك كثير من الاحتمالات بأن تكون هناك خلال الانتخابات في 2024 أن تكون نائبة الرئيس هي الرئيس لتايوان، وهذا تعتبر زيارة رفيعة المستوى لدرجة بالغة، والصين لا تقبل هذا الأمر. الصين ترغب في اتخاذ كافة السبل لوقف هذه الأمور التي تسبب المزيد من التوترات في العلاقات. وأعتقد إن التصرفات من جانب بكين فيما يتعلق بصفقة السلاح إلى تايوان من جانب الولايات المتحدة سوف تكون عبارة عن صفقة مخصصة لدعم طائرات F-16. وقل لي سيدي الكريم، ما هي الاستراتيجية التي تروج للرأي العام الصيني، تروجها السلطات الصينية للرأي العام الصيني فيما يتعلق بإعادة توحيد تايوان مع الصين الأم؟ هل الحديث يدور عن عمل عسكري بالضرورة أم أن هناك حديثا عن جهود دبلوماسية ربما؟ بالطبع الصين في المنصات الإعلام الرسمية وفي كافة القنوات الرسمية تدعم وتروج اتخاذ كافة الإجراءات لأن تكون تدعم فكرة أن تايوان هي دولة منطقة لا تتجزأ عن الصين الأم. وهناك كثير من الآليات أيضا من أن يكون الشعب أو المواطنين أن يقبلون هذه الأمور، ذلك فيما يتعلق إن كان هناك مخاوف فيما يتعلق بالتهديدات العسكرية سواء موجهة للاقتصاد الصيني. ولكن الأولوية لبكين هو عدم استخدام أي أدوات عسكرية، ولكن بالطبع بكين لن تقدم أي تحركات عسكرية، ولهذا السبب الولايات المتحدة واليابان والدول المحيطة في المنطقة وخاصة تلك الدول التي تتحالف معها الولايات المتحدة وتستعد لأي حرب محتملة في المنطقة وتقوم بالاستعداد لأي معارك أو صراعات أو توترات عسكرية في تلك المنطقة بشأن مطالب الصين لضم تايوان. سيد بني، الرئيس الصيني حين التقى بوزير رئيس الوزراء الهندي في جوهانسبرغ على هامش قمة البريكس اتفقا على أن يسويا الخلافات الحدودية بين البلدين الكبيرين عاجلا وسلميا، وهذا قرئ من خلال بعض المراقبين أنه محاولة صينية لتهدئة جبهة لأن الصين تستعد لفتح جبهة أخرى هذه المرة باتجاه
تايوان، ما قراءتك أنت؟ نعم أتفق مع هذا الطرح، حيث إذا ما كانت تايوان كانت هي الأولوية للصين وللحكومة الصينية وأيضا للدبلوماسية الصينية، فإن الصين ينبغي عليها أن تتعامل مع هذه الأولويات الجديدة وهذه القضايا الجديدة، لأن الهند جزء من استراتيجية الهندو باسيفيك للولايات المتحدة، والهند أيضا لها أهمية وثقل بالنسبة للولايات المتحدة في احتواء الصين، والهند أيضا دولة لها تعداد سكاني كبير واقتصاد كبير منافس للصين، فبالتالي بذلك ومع كافة هذه التوترات الصين تسعى أن تلتمس كافة السبل لدعم العلاقات السلمية مع الهند، فبالتالي الصين يمكن أن تضع كل جهودها للتعامل مع كافة القضايا والتوترات فيما يتعلق بمضيق تايوان، وأيضا لمحاولة التهدئة في العلاقات الهندية الصينية، وهذا يمكن أن يدعم الصين أن تركز جهودها الرئيسية على تايوان دون أي تشتيت، ودون أن تدع الفرصة لأمريكا أن تستخدم الهند لضرب الصين. إذن أنت تتفق مع أصحاب هذا التحليل، هذا لافت للانتباه. سيد الكريم، أنت في هونغ كونغ، وهونغ كونغ من بين تجربتين اثنتين قامت خلالهما السلطات الصينية بتطبيق مشروع بلد واحد ونظامان، وهو مشروع في الحقيقة كفل أن تكون هونغ كونغ مثلا مختلفة في إدارتها الذاتية عن البر الصيني. ما تقييمك لتطبيق مشروع بلد واحد ونظامان في هونغ كونغ، وهل هو صالح للتطبيق في تايوان إذا ما وحدت؟ حسنا، أعتقد أن الصين دائما فيما يتعلق بمبدأ دولة واحدة ونظامين، وهو الأمر الذي نشأ من جانب القائد الصيني الأخير في نهاية الثمانينات، فإن المحاولة الأولى كانت بالنسبة لبكين هو إعادة توحيد تايوان مع البلد الأم، وبكل صراحة وبشكل عملي كان هناك جهود منذ السبعينات من أجل تحقيق هذا الأمر لاختبار مدى قابلية تطبيق هذا الأمر في تايوان أيضا، ولكن بعد أعوام وبعد حوالي 20 عام فإن الموافقة على قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ من خلال بكين والحكومة بكين، أعتقد أن تايوان لن تندمج في هذا النظام وهذا المشروع، لأن هونغ كونغ من خلال دولة واحدة ونظامين في هونغ كونغ بكين تضع الكثير من السيطرة على هذا الأمر مقارنة بما كان البداية هذا المشروع في السبعينات، ولكن كانت هناك في ذلك الوقت الكثير من الاحتجاجات، وبعد 20 عاما تم التأكيد على قانون الأمن الوطني داخل البلاد، وهذا هذين الحدثين أدى إلى انخفاض الثقة في تايوان فيما يتعلق بأي وعود من جانب بكين بشأن ليس فقط بشأن نظام دولة واحدة بنظامين، وتايوان لن تصدق هذا المشروع ولن تقتنع بجدوته، ولا يوجد لديها أي أسباب لأن تقتنع بجدوه، فبالتالي هناك محاولات بالطبع من خلال كثير من الآليات أن يكون هناك تأثير على هذا الأمر ليكون هناك منهج صالح لتطبيقه في كلا المنطقتين، وهذا يعني أن تايوان سوف تترك وتهجر وتخرج خارج عباءة السيطرة الصينية
وربما يكون أيضا من العسير للصين أن تطالب باستعادة تايوان في المستقبل. سيد الكريم أشكرك شكرا جزيلا. بيني كوك خبير السياسات الدولية الذي شرفنا من هونغ كونغ الصينية.